أخبار اليوم. كانت لازم يقبلش هدف أخرى. شوف الكرة وحده فماش لا كوبرتور ولا بريس ولا لاعب كان يلعب في حصة تدريبية. ياخذ الكرة وياخذ وقته واحدة واثنين. دور كبير حسام غالي. دور كبير حسام غالي. شوف الكرة من حسام. دفاع مش موجود بالمرة. وهدف ثاني بتاع فريق في برشا لاعبيه كبار. سليمان غالي السعيد والحكايه هدف ثاني للنادي الاهلي.